حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية. مساء الخير سعادة الوزير، أهلا بك في نشرة الثالثة ونشكرك على قبول الدعوة. كيف ستنفذ وزارة التنمية الاجتماعية هذا التوجيه وما هي الجهات التي ستعمل معكم على إنفاذه؟ مشكورين، مساء النور. أن التوجيهات الملكية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بصرف مبلغ شهر إضافي من الدعم المالي للأسر المحدودة الدخل علاوة الغلاء يؤكد اهتمام جلالته البالغ والمستمر بتعزيز المستوى المعيشي للمواطنين، وذلك في ظل متابعة حثيثة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لمراعاة الظروف المعيشية للمواطنين من ذوي الدخل المحدود وسعيه الدائم لضمان الحياة الكريمة. نعم سعادة الوزير، هل هناك تصور لدى الوزارة حول آلية الصرف والتوقيت والمستحقين أيضا؟ نعم، في الحقيقة اتخذت الوزارة كافة الإجراءات الفنية والإدارية لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية وأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، موضحا أن المستحقين لمساعدة الضمان الاجتماعي سوف يستفيدون من التوجيهات الملكية السامية حيث أنهم يحصلون تلقائيا من الدعم المالي علاوة الغلاء، علما بأن الصرف سيحول على حسابات المواطنين غدا الخميس، والمستفيدين من الدعم المالي علاوة الغلاء يبلغ 127,945 أسرة. نعم سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية، كنت معنا ضيفا كريما في نشرة أخبار ثالثة، شكرا جزيلا لك.